أرحب بكم في الجزائر بلدكم الثاني. وهذا الحضور المكثف يترجم مدى الاهتمام. نهار المؤتمر ينعقد ونحن في مرحلة حساسة جدا، أمامنا تحديات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت. ما هي المكانة للعالم الإسلامي في هذا العالم؟ إنني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية عبر ممثله وزير الأول المحترم، ومن خلاله الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على ما بذلت وتبذل لصالح الاتحاد، وخاصة المشاركة الفعالة في نشاطات الاتحاد. وإننا نعلق آمالا كبيرة على الجزائر، خاصة في هذه الفترة التي يحتاج فيها العالم الإسلامي إلى مزيد من التفاهم والتقارب والتضامن والانسجام.